ليست كسابقاتها من التظاهرات في إيران، على الرغم من أنها قد تنتهي كسابقاتها إلى سيطرة النظام عليها عبر استخدام المزيد من أدوات القمع والقتل الذي تجيده قواته وتبرع في تنفيذه، ليس ضد الإيرانيين وحدهم بل وكذلك ضد كل مناوئي النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان والعراق واليمن. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها رأت أن ثمة ما يميز الاحتجاجات هذه المرة، إذ أن موت فتاة على أيدي ما تسمى بشرطة الأخلاق في إيران كان كفيلاً بتوفير الحافز لانطلاق شرارة التظاهرات في عشرات المدن الإيرانية، على الرغم من التراجع الاقتصادي وارتفاع وتيرة القمع ضد المعارضين للنظام، ما أدى إلى زيادة نظرة مستقبلية متشائمة لدى الكثيرين، مثلت بيئة خصبة لتنامي الشعور بالغضب لدى الإيرانيين في انتظار الشرارة التي مثلها مقتل الشابة مهساميني لتشتعل الشوارع بالتظاهرات. وبحسب تقارير صحفية عديدة، فإن التظاهرات الحالية في إيران هي الأكثر قوة وخطورة وجرأة والأكثر حدة من سابقاتها خلال العقد الأخير، ما يطرح المقابلة المنطقية بين مرض المرشد علي خامنئي واشتداد عود التظاهرات، بما يرسم صورة أكثر وضوحاً لتراكمات ثورية قد تصنع فارقاً حقيقياً في المستقبل إذا استمر تراكمها مجتمعياً. ورغم أن النظام الإيراني يواجه التظاهرات بعنف مفرط أسفر حتى اليوم عن عشرات القتلى ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين، إلا أن واقع الحال يؤكد تراجع قوته نسبياً بفعل العقوبات الدولية، وبسبب انشغاله بإدارة أزمات سياسية وأمنية تسبب هو فيها داخلياً وخارجياً، ما يدعم وجهة النظر القائلة بأن استمرار التراكم الثوري يقابله استمرار تراجع قوة نظام طهران، يعني أن ثمة نقطة حرجة تلتقي فيها قوة الشارع بضعف النظام، وهنا قد تكون تلك اللحظة الفاصلة.